أيها الضيوف الكرام، إننا جميعا مدعوون لمواكبة أداء قسم اليمين للمنتسبين الجدد إلى الشباب الأشوري، فليتفضلوا. لماذا أنتم مجتمعون هنا اليوم؟ لخدمة الكنيسة والأمة الأشورية والوطن بشكل أفضل. هل تعرفون الصلاة الربانية؟ نعم. ما هي؟ أول ما اشفيا للقداس ما إلم الكتاب لوازو يناي كنا تشفيا أمرا أولا لخمس بعد اليوم أنا أسوق لقوم ما هي ألوان العلم الأشوري؟ أبيض، أزرق، أحمر، وأصفر. ما هي مساحة لبنان؟ 10,452 كيلومتر مربع. هل اخترتم اسما لدفعتكم؟ لا. ما هو؟ كلمة صغيرة. بما أنكم استطعتم الإجابة عن الأسئلة كلها بنجاح، تستطيعون الآن تلاوة القسم. أخنا نعليمي أطهراي. أخنا نعليمي أطهراي. بعهادي وخ. شم دالاها قد هاوخ سنداني أمتن أطوريتا وخامخ على تخصي وهيمانوتا ويلبانا دعيتا قدشتا وشليخيتا دمادن خد أطوراي وهاوخ توصى طاوة ني أمتن وكل أطرا دي وخ بخايا آمين.